هذا ويعمل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على دعم الاسر الاكثر احتياجا ومسانده الحكومه في تخفيف الاعباء عن المواطنين وتلبيه احتياجاتهم. وانطلق التحالف في شهر مارس من عام 2022 بمشاركه وعضويه كبرى مؤسسات العمل الاهلي والتنموي حيث يضم 34 جمعيه ومؤسسه اهليه وكيانات خدميه وتنمويه. في ظل الجمهورية الجديدة، هناك إرادة سياسية داعمة للعمل الأهلي، تريد أن تحرره من أي قيود إدارية، ليظل دور الجهة الإدارية دورا تنظيميا فقط للعمل الأهلي. من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني، والتي نشأت بشكل طوعي من خلال حوار مجتمعي موسع. اكد على وجود ظهير داعم لهذه التجربه من كل اطراف العمل الاهلي في مصر التحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم 34 جمعيه ومؤسسه اهليه وكيانات خدميه وتنمويه باجمالي عدد متطوعين مشاركين 250 الف متطوع التحالف الوطني للعمل الاهلي يتواجد في 27 محافظه بما في ذلك كافه المناطق الحدوديه والنائيه وخلال عام 2022 بلغ اجمالي المواطنين المستفيدين من الخدمات التي يقدمها التحالف نحو 30 مليون مواطن حيث قدم التحالف خدمات طبيه متقدمه واوليه، معظمها في تخصصات مكلفه كطب الاورام وامراض القلب وتركيب الاطراف الصناعيه، كذلك تم تقديم مساعدات اجتماعيه لنحو 20 مليون مواطن تنوعت ما بين رعايه ايتام، تجهيزات الزواج للفتيات، فك كربي، غارمات. كل ذلك جاء من خلال تمويل ذاتي من اموال التحالف الوطني دون الحصول على اي دعم نقدي من الحكومه بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكوميه ب 160 مليون جنيه من اموال مؤسسات التحالف الوطني وخلال العام الجاري تم تقديم دعم نقدي شهري ل 400 الف اسره باجمالي مليار و300 مليون جنيه ودعم نقدي موسمي لعدد مليون اسره باجمالي 600 مليون جنيه وفيما يخص حمله تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم أضاحي بالمجان بإجمالي 30 ألف رأس بتكلفة بلغت مليار و260 مليون جنيه تغطي 3.2 من عشر مليون أسرة بمحافظات الجمهورية التحالف الوطني للعمل الأهلي ترجمة فعلية لسياسات رسمت لعمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي تشمل الدخول في مشروعات مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المواطنين الأولى بالرعاية